كم وعليكم السلام. شنو رايك في هذا الموضوع ديال الاحتجاج ديال الاولياء الاباء؟ انا ما في راسي حتى حاجه، انا جالسه في داري كنديو الدروس ديالنا بما يرضي الله، كنباتوا كنسجلوا في الفيديوهات. نعم. ونبعثوا للتلاميذ ونصححوا كل واحد ورقه على حيطه وكنبذلوا جهد، وحنا في هذه المدرسه مخلصين كل شهر، ولات المدرسه كدوز لينا الخلصه ديالنا نهار 29 في الشهر. الناس. نعم. اللي كيهضروا على لاسيغونس اللي كيخلصوا، نعم، حنا معلمات باش غنتخلصوا الا ما خلصتش هما لاسيغونس، حنا كنتخلصوا 12 شهر، يعني كنتخلصوا يعني لاسيغونس تخلص، ولكن هما كيهضروا على هاد 3 شهور ديال كوفيد. لا. واش غيكون شي تساعد من المدرسه؟ مساعده كانت من المؤسسه للناس المتضررين من الجائحه. معظم الناس متضررين اللي في الشهر الكبار تضرر. هادو شكون؟ واش استاذ جامعي تضرر؟ نقصات ليه الدوله؟ نعم. واش الطبيب نقصات ليه الدوله؟ واش المهندس نقصات ليه الدوله؟ واش لي كادغ ديال الدوله نقصات ليهم؟ لما نقصات الناس المتضررين يتخلصوا عن طريق لا سي ان اس اس. والناس اللي متضررين غديروا معاهم الحل؟ كاينين ناس، سولوا الناس لا سي ان اس اس كلهم كانت عندهم 50%. هاد الناس معتصمين هنا على اساس، واللي خصو يعرف الجميع هنايا بان واحد جوج ديال هنا العناصر اللي ملوطين في الضغط كانوا اطر معنا في المؤسسه، كانوا اطر من المؤسسه وخرجوا لي مشاكل صحيه عندهم. مايدن هنا كينوضوا الفتنه، باغيين يهرسوا الجبر، الجبر عمرها ما غتهرس. نعم. والجبر فاتحه الابواب، شحال من باب فاتحه، 100 باب، شحال واحد كياكل فيها طريفه الخبز، باغيين يسدوها. علاش غيسدوها؟ ما عمر الجبر ولا غتسد. شكرا. باذن الله. شكرا.